من خلال هذا الإعجاز القرآني الذي قدم لنا الحدث، قدم لنا هذا الحدث بهذه الهالة النورانية. وإن الله سبحانه وتعالى معروف أنه ليس له مكان، ليس له مكان لا في السماء ولا في الأرض، لأن الله الذي خلق المكان لن يكون له مكان، والله سبحانه وتعالى أعلى من أن يكون له مكان. فعندما ننسب الله سبحانه وتعالى إلى العلو نقول سبحان ربنا العلي العظيم، لا نقصد بذلك أنه العلو الحسي، ولا نقصد إلا العلو في المكانة، العلو في الصفات، العلو عن النقص، وهذا ما نقصده. ولذلك عندما نقرأ هذا النص إني متوفيك ورافعك إلي نقصد أيضا أن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى مكان كرمه فيه، ولا نقصد أنه أصبح قريبا إلى الله. إن القرب والبعد من ناحية المسافة هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى.